نزلنا طبعا مشهد يعني ما رأينا إلا جميلة. طب تصف لي المشهد يعني حش، ما تبخل على الناس أجساد بتفاصيل. أجساد طاهرة مباركة ممددة بس بشكل مريح، يعني لا مبعثرة لا مهمشة مهشمة لا مقطعة، مستقرة هادئة. يعني سمعت السيد طلعت فيه يعني مثل ما بتشوفه باليقظة، شفته هو مستشهد. طبعا في هيبة تشوف قائدك مستشهد، هالعظم اللي كان يعني طبعا يرعب الناس فيها حتى بمماته بيرعب. بس انا بحكم عملي يعني هلا يمكن شوي مشاعري تتحرك، هونيك جمات مشاعري، رفضت انه اتاثر لانه كان عندي هدف انه هذا الجسد الطاهر لازم يكرم، لازم نسحبه بكل احترام، لازم نفشل اهداف العدو بانه يجعل هذا الجسد متناثر. بالعكس نحن يعني سعينا من قدر كان الامكان. الى جانب سماحة الامين العام؟ كان الحاج ابو الفضل كارثي رضوان الله عليه. رضوان الله عليه طبعا، يعني في عدد من الشهداء كانوا بالاماكن الثانيه بغرفهم. من؟ كان في امين اعتقد السر بالقرب منه كان بالغرفه امانه السر، وبالممر كان في احد الشهداء يمكن تصور شهيد جهاد. نعم طبعا عملنا البحث، يعني البحث من بعد ما كان يعني موجودين بالمكان الاستشهاد كنا عم نعمل بحث على الاماكن الاخرى. لكن انتم عندما وصلتم كنتم متاكدون اننا امام شهاده؟ انا شفت بس شفت يعني شيبه شعراته، قلت ان شاء الله لا، قلت يا رب لا يا رب لا يا رب لا. لما برمت وشفت وجهه قلت الحمد لله رب العالمين. طبعا قمت باجراء الاسعاف، انا يعني بالنهايه مسعف، عملت تدليك للقلب على امل انه انا صعب، يعني اذا في امل بالنجاه. قمت بالاجراء الاسعاف الطبيعي، طبعا ما قدرنا نشيل الماسكات عن وجهنا، وهذه طبعا يعني خلاف لما اشيع انا والشهيد علاء، ما كنا قادرين نشيل الماسكات بوجود غازات قاتله غازات سامه. لاحقا اللي صار مع العلاء انه صار في عنده خلل بالجهاز وادى الى فشل تنفسي، كمان انا اسعفته داخل المكان اللي احنا موجودين فيه. بالتالي كانت علامات يعني الوفاة واضحة وظاهرة وجلية. طبعا هون مثل ما الواحد بيتفاجئ بالسيد باليقظة بيحتار شو بده يقول شو بده يحكي، انا نفس الشيء صار فيي. شو صار معه؟ بس ما قدرت احكي، يعني ما عرفت شو بدي اقول له. مسحت على وجهه على دقنه ايديه، حركت له ايديه، اصبعه اللي بيهدد فيه كنت عم بلمسه لاشوف اخذ منه القوة. دقن طاهرة، نفس مستقرة آمنة، هدوء، وجهه هادئ، لا وجه اسود ولا في اصابات. تدرت منه يعني حركته بدون ما استاذنه. فت على غرفة نومه، فتشت لشوف اذا في حدا تاني. طبعا هول يعني هول عملتهم بي بي يعني بي بأساوي. انا يعني كان قلبي قاسي انه ما بدي، ما حر هول مشاعر ما عشتهم. كان هدفي انه انا هذا الجسد اسحبه. اخذنا الغطاء المناسب كذا، غطينا زبطنا وضبنا. نحن عم نشتغل بالحج ابو الفضل، صارت المشكله مع علاء. يعني اللي شفته كان السيد متجه نحو الوضوء. نحو الوضوء. خاتمه مش بايده، يعني واضح انه عم يتحضر. الحج ابو الفضل معلق مصباحته على جنبه. نحن كانت الضربة قبل الأذان بفترة قصيرة. صحيح. طبعا يعني يمكن يعني وصل للملكوت الأعلى يمكن قبل أداء الصلاة. هو أصلا يعني هاي المنية اللي هو كان يطلبها، يعني أنا مستغرب من الناس اللي رافضة أنه السيد استشهد. أو عاش النكران. يعني إنك ميت وأنهم ميتون. النبي محمد يعني لو أعظم خلق الله كان وصل لما